إذا قرأت في كربلاء عمر بن جناد الأنصاري، هذا الغلام الرائع الذي جاء إلى الإمام الحسين وقد استشهد أبوه قبل لحظات في المعركة، جاء إلى الإمام الحسين قال: سيدي أنا أتأذن لي بالقتال؟ نظر إليه الحسين قال لأصحابه: هذا غلام قد استشهد أبوه قبل ساعة، لعل أمه تكره قتاله، ارجع ولدي إلى أمك. رجع إلى أمه، نظرت إليه قالت: ولدي ما الذي أرجعك؟ ألم أقل لك اذهب وبيض وجهي عند فاطمة قاتل دون الحسين؟ قال: أماه الحسين أرجعني. قال: لعل أمي تكره قتالي. نظرت إليه قالت: لعل الحسين استصغر سنك ولدي، تعال. قلست حمائل سيفه وقلست بعض أثوابه وجاءت تجره بين يديها إلى الإمام الحسين، قالت: سيدي هذا ولدي، أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ سيدي هذا ابني فداء لك، دعه يقاتل. بكى الحسين، غلام هكذا، غلام صغير تذكره الروايات، اسمه عمر ابن جناد الأنصاري، وهذا قبره موجود بين الشهداء. الآن إذا زرت قبور الشهداء تذكر هذا الغلام عمر ابن جناد الأنصاري. وإذا استأذن فأذن له الحسين، هذا الغلام رسم أطروحة كربلاء، كتب نشيد كربلاء، شعر كربلاء ونشيد كربلاء. هذا الغلام الصغير اللي لم يبلغ الحلم اسمه عمر بن جناد الأنصاري، أخذ السيف ونزل وصار يرتجز: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ وبدأ يقاتل إلى أن سقط قتيلا، وإذا بامرأة أقبلت تحمل عامودا من الحديد أخذته من خيمة ونزلت إلى الميدان وهي تدافع به وهي تقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة نحيلة خاوية ضعيفة كذا، أقاتل عن بني، أدفع عن بني فاطمة الشريفة. الحسين قال لبعض أو أصحابه: اذهب إلى ذاك الغلام وخلصه من بين حوافر الخيل وأنا أنزل إلى هذه المرأة. نزل الحسين ردها وجاء صاحب الحسين، يقال بالرواية علي الأكبر اللي نزل إلى عمر بن جنادة، نزل عنده وإذا به رمق من الحياة، فقال: ولدي هل من وصية حبيبي؟ قال: نعم سيدي علي الأكبر، عندي وصية قبل أن أفارق الحياة. قال: ما وصيتك؟ قال: أبي استشهد قبل ساعة وهذا أنا الآن المنية وافتني، فسيدي عندي وصية، إن أمي أصبحت غريبة وحيدة، ما عاد عندها أحد، فضموا رحلها إلى رحلكم. بكى علي الأكبر وهذا الغلام على الأرض، فارق الحياة، حمله علي الأكبر وجاء به إلى خيمة الشهداء. شوف هذه المعاني الكبيرة بجهاد المرأة، المرأة هي التي تصنع الأبطال والشهداء والذين يجاهدون في المعارك، فلولا المرأة اليوم التي ربت الشباب وربت المجاهدين لما وجدت ذلك العزم.